أهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج The New Lebanon في فقرتنا يوم الخميس. حافظ على صحتك مش صعب مع سامية صعب. أهلا وسهلا فيكي. ميرسي آني. أهلا فيك. كتير 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 محمسة لهالحلقة. أنا كمان، لأنه الدموع كتير مهمين بحياتنا، وقدي مجتمعاتنا العربي يعني يعتمد على الدهون كل يوم كل يوم. شو أول خطوة بكل طبخ؟ حط الدهون أو الزيت، زيت زيت زيتون، زيت الكانولا أويل، زيت سانفلاور يعني بالطنجرة ومنبلش. بس أدي هيدا الدهون فيهم يأثروا على حياتنا. واو. فأنا كتير كتير محمسة إنك هون تخبرينا شو القصة. اوكي، قصة كبيرة يا علي. انا جاهزة. لانه في دهون منيحة وفي دهون مش منيحة. في اربع انواع دهون، هن البولي انساتوريتد فات، يعني بالعربي بسموها الدهون الغير المشبعة متعددة. في عندنا المونو انساتوريتد فات، يعني الدهون الاحادية غير المشبعة. في عندك الساتوريتد فات، يعني الدهون المشبعة، وعندك الترانس فات، الدهون المتحولة. واو، وشو هي الاختلاف بين كلهم؟ اوكي، هلا الدهون المتحولة من اسمها بتفهمي انه هيدي دهون متحولة، يعني كانت شيء وصارت شيء. اوكي، هيدا الشيء منيح ولا مش منيح؟ اكيد مش منيح. اوكي. الترانس فات هو الاشياء مثل الشيبس، مثل الحلو، الاشياء كلها فيها hydrogenated fats. فلازم ننتبه على هيدول الترانس فات. اوكي. اوكي. هول الدهون بتعلي الكوليسترول اللي ما منيح بالجسم. اللي بيؤدي على اضرار القلب. مثل مرض قلبي. اوكي. واو. مثل السرطان. مثل الفيسرال فات، يعني الدهون اللي على البطن. فالناس اللي عم يفكر او كيف في خفف من وزني، خصوصا يعني قريب من المعدة، يعني هيدا الترانس فاتس، بخصوص الترانس فاتس عم تقولي؟ هلا اكيد السر صار مكتشف. هلا هيدا ما بيعني انه نحن لازم نوقف الدهون. الدهون مثل زيت الزيتون، مثل الافوكا، مثل السمك، هول كتير مهمين. دهون مثل السمنة اللي بتجي من الحيوانات، هول كتير مهمين لصحتنا. ليش؟ دهون بتساعد على تمصص فيتامينات مثل الفيتامين A، فيتامين كاف، والفيتامين D. اوكي؟ كمان بيعطونا طاقة الدهون. نحنا إذا بتعرف إنه العقل معمول 60-70% من الدهون. يا ناس يا ناس، لازم لنا الدهون واضح. فمش الترانس فاتس بس، هيدا النوع من الفاتس. وشو بيسموا هيدا النوع من الفاتس؟ ففي عندك نوعين. في عندك اللي بيجي سوليد، يعني من السمك والافوكا، يعني هيدول هيك. هو بيجي مثل الدهون الحيوانية والألبان والأشبال. هيدا بنسميه الدهون المشبعة saturated fats. وهيدول منيحة صحة. اوكي. بس الاحسن من هول هن المونو انساتوريتد والبولي انساتوريتد، بنسميهم الدهون الاحادية غير المشبعة والدهون غير المشبعة المتعددة. شو هن هالدهون؟ المونو انساتوريتد مثل زيت الزيتون، مثل اللوز، جوز، مثل الافوكا. اوكي، هول كتير مهمين لصحتنا، بيساعدونا، يعطونا طاقة، بيساعدونا تمصص الفيتامينات، بيساعدونا كمان بحماية الأعضاء. بعدين عندك البولي انساتوريتد فات، هول مثل السمك وإحدى الخضار الورقية الغامقة، يعني الليفي جرينز، مثل الكيل، مثل الأرجولا، مثل الروكا. اوكي. هول كتير مهمين، هول هن بيحتويوا على فيتامينات بس كمان بيساعدونا نسحب ونمتص الفيتامينات بجسمنا.
واو. فهيدول مع الدهون المنيحة مثل من الأفوكا والسلمون الاثنين مع بعض بيخلي أجسامنا بأفضل صورة. صح. واو. حبيت أعرف عن هيدا الشيء على مستوى يعني السيلز يعني أوكي. يعني هيدا الشيء كتير يعني بيهمنا نعرف لأنه بس لما عم نسمع عن الدهون بس عن أو كيف فينا نخفف من الوزن تبعنا أو يعني عن fats equals bad أو مش منيح بالماجازينز like عن جد يعني هيدا بيفتح العقل عن يعني عكس الميثس تبع هيدا الشيء. يعني مثلا انت بتروح على سوبر ماركت بتشتري مثلا لبن 0% fat وهيدا منيح ولا مش منيح؟ مش انه من هو بيجي اقل كالوريز بس منه منيح لانه انت ما عم تاخذ كل شيء عاوزتي من اللبن. يعني الفات باخر النهار الدهون باخر النهار هن شيء مفيد لإلك. عقلك بيشتغل على هيدا الشيء. ولازم تعرفي انه مثلا انت وقت عم تاكلي ترانس فات يعني تشيبس شوكولا وكل هول بيسحبوا من جسمك بطريقه غير وبعدين ما يستعملوا كطاقه. ففي شيء كثير مهم لازم نعرفه انه اكيد السعرات الحراريه مهمه حتى لو نحن السعرات الحراريه اللي عم ناكلها من الترانس فات يعني الدهون المتحوله اقل من السعرات الحراريه اللي نحن عاوزينها بنهارنا ممكن نضعف ايه اكيد لانه كالوريز ان كالوريز اوت يعني السعرات الحراريه اللي بتفوت اقل من اللي بتظهر من جسمنا بس هول بياثروا على الدم بياثروا على القلب واللي بسببه سرطان. فالمهم باخر النهار مش اكيد مهم السعرات الحراريه اللي بتفوت على جسمنا كميتهم بس الاهم هي طبيعتهم الكواليتي يعني من وين جايه. انا اذا باكل افوكا الافوكا ممكن يكون 200 ل 300 كالوريه بتفيدني اكثر بكثير من ما اكل سنيكرز اللي هو ممكن 150 ل 250 كالوري. فما منخاف من الدهون لازم بس نعرف ونكون واعيين عن اي نوع من صح. الدهون نوع والكميه اكيد لانه باخر النهار نحن اذا بدنا نضعف بدنا كمان ننتبه على السعرات الحراريه. خلينا نفوت بموضوع الكانولا اويل او الفيجيتابل اويل لازم نحكي عنه يعني بلبنان كيف بنسموه يعني زيت الخضرة او الكانولا بنسميه على هو بالانجليزي بنقوله سيد اويل سيد يعني زيت الحبوب انا بشوف بس مش حبوب سيدز يعني البذر انا بشوف انا انصدمت لما نقلت على لبنان في ايل كيف بنقول باللبناني يعني لايك ان ايل كلهم زيت من السيد اويل هو اول شيء اللي في منه كثير بلبنان وبالسوبر ماركت وعاده بالعالم كله هو لانه ارخص بس العالم ما عنده توعيه انه هيدا الزيت بيسبب التهابات بقلب الجسم. اذا ما عم تدفع بالسوبر ماركت رح تدفع بالمستشفى يوم من الايام انتوا تختاروا 100% هيدا هي يعني باخر النهار نحن اذا هملنا صحتنا بالاكل لانه قلنا انه ايه هيدا ارخص من هيدا بس باخر النهار بعد 10 سنين ندفعهم بالمستشفى. اوه فشو هي التبادلات ممكن فينا نعمل نستعمل اكيد هلا اكتريت العالم رح تفكر انه زيت الزيتون هو افضل شيء مزبوط هو افضل شيء بس على البارد يعني اذا مثلا بدي اقلي بيض ممنوع حط زيت زيتون لأنه وقتها بيحمى زيت الزيتون بيبطل منيح للصحة. فإذا بدنا نستعمل زيت تنقلي أو تنقلي البصل يعني مش قلي ديب فرايد قلي فينا نستعمل زيت الأفوكا وزيت الكوكونات هولي أصح اثنين. طب إذا بدنا شيء يكون سخن على السخن للبارد زيت ال وليش؟ لانه هو اللي وقتها بيحمو بيتحمو منه توكسيك هوليك اول شيء بروسس يعني بروسس كيف بتفسر لي يعني متحولين
زيت الكوكونات وزيت الافوكا هولي cold pressed منو متحولين ما في شيء متغير فيهم. اوكي سو اذا نحط زيت زيتون وبنقليها يعني بيغير الشو بتغير المكونات بقلب المواد الكيميائية فيها ببطل صحي. او ماي جاد واو وهذا كثير عالم ما بيعرفوه كثير يعني بعرف انه هيدا الشيء كثير مهم تنستنجب نتجنب السرطان. ف يا جماعة لازم اذكركم في كتير اشياء مفيدة بالحلقات ما سامية. اذا بدكم تجاوبوا كل سؤال صح بعد الشهر كامل انتو ممكن تكون الاشخاص اللي راح تربح سيشن واحد مع سامية. راح يكون شخص واحد نيالون. يعني مثلا حسبي بدك تقلبي بتحطي كوكونات اويل زيت الجوز الهند شوي بتقلي البيض بس طعمه راح يكون في طعم ما بيعرف طعم هالقد يعني. واخر شيء وقت بتشيل البيض من المقليه بتزيدي زيت زيتون لانه زيت الزيتون كثير مفيد للصحه بس ما لازم نسخنه. وحتى زيت بذور العنب هيدا الشيء يعني صحي ولا مش صحي؟ زيت بذور العنب مش انه منه صحي بس بيحتوي اقل فيتامينات من غيره. فينا وكمان انفلاماتوري يعني بيسبب التهابات. واو ماي جاش ميرسي كثير عن كل هالمعلومات والحكمه تبعك وما تفوتوا الحلقه اللي جايه.